السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة الحلقة التانية، نكمل مع بعض برنامج المصمم العربي، لان في خطوة مهمة جدا وممتازة لازم ان انتوا تتعلموها عشان لما تعملوا صورة للبروفايل، لو تحبوا يعني تعملوها في الفيديو اللي بتنزلوه فيها هيبقى اشكال جميلة وحلوة هتعجبكم. بصوا كده معايا. طبعا انا امبارح قلت لكم من على متجر بلاي او جوجل بلاي تحملوا برنامج المصمم العربي، تمام؟ بصوا كده معايا، اول ما نفتحه زي ما قلنا امبارح، عمل جديد، مصمم على صورة، عندكم استوديو لو فيها صور جاهزة انتم مصورينها للاكلة، للمنظر اللي انتم عايزين تعملوه، اي حاجة، او عايز ما عندكوش هتصوروه في وقتها بالكاميرا، عندكم كلمة الكاميرا اهي. فاحنا عندنا مثلا الاستوديو اهو، نختار مثلا صورة اهي، تمام؟ برضو صبوها على كلمة اوريجينال اللي تحت، فوق خالص على اليمين هندوس على العلامة الصح. ادي صورة معانا اهو، منظر طبيعي. طيب احنا امبارح اتعلمنا الكتابة اللي تحت لو انا عايزة اكتب كلمة، تمام؟ طيب دلوقتي في تاني حاجة اللي هي الفرشاة. الفرشة دي لو انتوا حابين تكتبوا مثلا بقلم، بأي حاجة، مثلا اهو بصوا، مثلا اهو. طب انا في ممحاة ان انا امسح اللي انا عملته خالص، تمام؟ بس دي شغلة الفرشاة. طب في بقى الاضافات دي بقى المهمة جدا. دلوقتي انا لو عايزة صورة اضيفها وانا مصورة مثلا الاكلة دي كذا صورة، هندوسوا على كلمة صورة دي وانا مصوراها عندي مثلا في الاستوديو، وليكن مثلا صورة زي دي كده اهي، برضو هندوس على علامة الصح اللي فوق. بصوا اهي، ممكن بقى ان انا اكبرها او اصغرها مثلا كده، او اعملها كده بزاوية مثلا اهي، كبري صغري زي ما انت عاوزة، تمام؟ ده اللي انا عايزة دي كده بالمنظر ده. طيب في مثلا ملصقات، هيطلع لي ملصقات زي دي كده مثلا من تحت اهي، اخترنا مثلا منظر زي ده، ممكن احنا برضو نكبره او نصغره، تمام؟ اهو ممكن نعمله كده. طيب ممكن مثلا اعمله برواز اهو، مش عايزين برواز مفيش مشاكل، تمام؟ ادي كده ايه الاشكال. بصوا ممكن ان اي حاجة عايزة تعمل لها برواز اهي، اهي لو انا عايزة اعمل برواز، عايزة اعمل نجوم، عايزة اعمل اي اشكال، ده بيتيح معاكي ان انت تعملي اللي انت عايزاه. بصوا اهو ممكن اعمل كده، برضو مش عاجباني او ملغيها كده عادي، يدخل تاني على الاضافات. في مثلا كلمة عبارة، ممكن بقى مثلا لو انا اخترت كلمة الحمد لله اهي، برضو كبري تصغري زي ما انت عاوزة، تمام؟ طيب انا عايزة مثلا دلوقتي لون الشكل ده اللي انا نزلته كلمة الحمد لله، ممكن اعملها لون كده، ممكن اعمل كده اللون اللي انت بقى تختاريه زي ما انتوا عاوزين اهو، تمام؟ يبقى احنا كده عرفنا الصورة، ممكن اضيف صورة، ممكن اضيف ملصق، ممكن اضيف اشكال، ممكن اعمل عبارات الحمد لله، عيد سعيد، اي حاجة حسب المناسبة اللي منزلة فيها الاكلة او اي حاجة تنفع معاها، ماشي مفيش مشاكل. بصوا اهي بتاعت العبارات تحت اهي، في مثلا محمد، في مبارك، في رمضان كريم، صوم مقبول، جمعة مباركة، شكرا، اجمل التهاني، الف مبروك، اهلا وسهلا، تهانينا، دعوة، رمضان كريم. بصوا زي ما انتوا عايزين، برضو الحاجات دي كلها بتنفع في مناسبات كتير، تمام؟ برضو انا ممكن اخلص كل الكلام ده كله اللي انا عايزاه، وبرضو ادوس على علامة الصح اللي فوق دي كده، وادوس حفظ الصورة، وبقيت عندي موجودة في الاستوديو عادي اهي. بحط دي بقى، ممكن نحطها على بروفايل اي فيديو
بتنزله. دي كانت حلقتنا النهاردة برضو للجزء الثاني لبرنامج المصمم العربي، وألف شكر على حسن استماعكم. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. كانت معاكم أم محمد من قناة فن ولعب.